إنني عندما آتي إلى الصلاة فأجد الإمام راكعا في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فأكبر تكبيرة الإحرام، أجد أن الإمام قد سبقني إلى الرفع من الركوع، فهل أعتبر نفسي لاحقا لهذه الركعة أم لا؟ لأنني دخلت في الصلاة بتكبيرة الإحرام، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يركع مع الإمام، ويستحب أن يكبر للركوع. تكبيرة الركوع في هذا الموضع مستحبة، أما في غير هذا الموضع فإنها من واجبات الصلاة، فيكبر للإحرام وهذا ركن من أركان الصلاة، ويكون تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يركع، والأحسن أن يركع بتكبير آخر للانتقال كما ذكرنا. فإذا وصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركوع، فإنه يقول سبحان ربي العظيم ثم يلحق بالإمام ويرفع رأسه. أما إذا لم تصل يداه إلى ركبتيه منحنيا، رفع الإمام رأسه قبل أن ينحني هذا المتأخر ولم تصل يداه إلى ركبتيه فقد فاته الركوع، فعليه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام، لأن الركوع قد فاته. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.